السلام عليكم، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. مع مرور عام من حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة وانتشارها وتوسعها على الضفة الغربية المحتلة ولبنان وإيران، تثار أسئلة كثيرة حول الطوفان وأبعاده ونتائجه. من الصعب استخلاص جميع العبر والوصول إلى استنتاجات واضحة من هذه الحرب، حيث أنها ما زالت مستمرة والغموض يكتنف مستقبل تطورها. ومع ذلك ينبغي القول إن الطوفان هو حدث سياسي استراتيجي متدحرج بدأ في 7 أكتوبر، ولكنه مستمر ويضعنا أمام سيناريوهات متعددة. من الممكن أن تستمر الحرب بوتيرتها الحالية على مدار فترة طويلة، ومن الممكن أن تنتهي قريبا من خلال ضغط أمريكي ودولي كبير، ولكن من الممكن كذلك أن تتطور إلى حرب إقليمية أصعب وأكبر من كل ما رأيناه حتى اليوم. كل الإمكانيات مفتوحة ولديها ما يؤكد أو يفند احتمالية حدوثها. ما يزيد الغموض وصعوبة استشراف المستقبل هو عدد اللاعبين المنخرطين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الحرب. فهناك حركة حماس وباقي فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية والحكومة الصهيونية بطبيعة الحال والسلطة الفلسطينية والمقاومة في لبنان والحوثيون في اليمن، وكذلك في العراق وإيران والأردن ومصر وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وجنوب أفريقيا وروسيا والصين وغيرهم من الدول. لا لكل من هذه الدول بطبيعة الحال وفصائل المقاومة مصالحها واعتباراتها، كما أنها تتأثر جميعها بدور الأطراف الأخرى بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى أن أي طرف من هؤلاء لا يستطيع أن يحسم المعركة بمفرده مهما كانت قوته وموارده. اليوم نناقش في موضوع استنتاجات أولية بعد عام من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة مع ضيوفنا الكرام. عبر سكايب معنا الدكتور هاني الداري الباحث في الشأن الفلسطيني، وكذلك الأستاذ حاتم الهرش الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ خليل مبروك الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم معنا جميعا ضيوف الكرام، حياكم الله. أهلا وسهلا. أبدأ معك دكتور هاني بالسؤال حول مضي عام على الحرب على قطاع غزة، وبالتالي نحن بعد مرور هذا العام نتحدث عن ملامح هذه المعركة التي أخذت على ما يبدو بعدا جديدا، وهو بعد حرب الاستنزاف كما جاء على لسان أبي عبيدة قبل يومين. طبعا واضح يعني أصداء هذه المعركة حتى بعد عام ما زالت تتردد داخل أوساط الكيان الإسرائيلي، هذا أولا، والتأثيرات العميقة لهذه المعركة ونتائجها أيضا ما زالت أثارها شاهدة على سلوك الكيان الإسرائيلي ومحاولة الإنكار، حالة الإنكار التي يعيشها وعدم الاعتراف بالانكسار الكبير الذي مني به والهزيمة الكبيرة التي والمفاجأة الكبيرة التي حققتها المقاومة في طوفان الأقصى، وهي تعتبر المفاجأة الثانية بعد حرب أكتوبر عام 1973. اليوم عندما نتحدث نعم عن ملامح مرحلة جديدة في الاستنزاف التي أعلنت عنها كتائب القسام، وأعلن عنها أيضا القائد يحيى السنوار أبو إبراهيم من خلال خطاباته المتعددة للدول وأيضا للحركات التي ساعدت شعبنا الفلسطيني، حول أن المقاومة عدت خطة طويلة لاستنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما ملامح هذا الاستنزاف حقيقة هي أصبحت واضحة، ولكن لعلنا هنا يعني للتوضيح في موضوع عمليات الاستنزاف وكيف الاستنزاف في النهاية يؤدي إلى إضعاف الخصم وإضعاف قوة العدو، وهذا كان بدايته كان بالحرب العالمية الأولى، ثم استمر بالحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك كان هناك النماذج الحاضرة والماثلة أمام الجميع، حرب الفيتنام، حرب الولايات المتحدة في أفغانستان، حرب روسيا أيضا في أفغانستان، حرب العراق ومقاومة العراق للاحتلال الأمريكي. أيضا اليوم عندما نتحدث حقيقة عن الهزيمة التي منيت بها مصر في عام 1967، هذه الحرب التي أعلن بعد ذلك جمال عبد الناصر انطلاق حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وكان هناك أيضا على الجبهة الأردنية من المقاومة الفلسطينية عام معركة الكرامة التي استطاعت من خلال هذا الاستنزاف هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه
ومعركة الكرامة مثلت نقطة تحول حقيقة للنضال الفلسطيني. نعم. اليوم عندما نتحدث عن المقاومة وعن ملامح الاستنزاف حقيقة، أولا نتحدث عن ثلاث أضلاع المقاومة الفلسطينية تركز عليها، مثلث من ثلاث أضلاع. الضلع الأول هو قيادة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، الفصائل الأخرى أن تكون هذه القيادة متماسكة وعلى قدر من متابعة هذه المعركة الطويلة. أيضا موضوع المقاومة الميدانية، سواء كان بموضوع التصنيع العسكري أو موضوع إرفادها بالمقاتلين جدد أو حتى في عملياتها وتكتيكاتها الميدانية. أما الضلع الثالث فهو حقيقة كان بالحاضنة الشعبية، واضح أن المقاومة من بداية انطلاق عمليات الاستنزاف تحدثت بشكل واضح عن قوة القيادة الموجودة وتماسكها، عن التصنيع العسكري وأنها استطاعت خلال هذه المعركة إعادة التدوير والتصنيع العسكري من القذائف التي تسقط على قطاع غزة، من المسيرات، من ما يتركه الاحتلال الإسرائيلي أثناء هروبه وانسحابه من مناطق العمليات. أيضا تحدثت على موضوع إرفاد مقاتلين جدد في المقاومة، بمعنى أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن القضاء عليها وهي تتجدد حسب طبيعة المنطقة. أيضا الأمر الثالث هو موضوع الحاضنة الشعبية، كيف للمقاومة حقيقة، وهذا ما نشاهده وما نسمع به أولت أهمية كبيرة لهذه. نعم. الحاضنة هذه التي نقاط مهمة دكتور هاني. المقاومة أشكرك على طرحها، نقاط مهمة. أتحول بالسؤال للأستاذ حاتم الهرش. نبقى في نفس المحور وتحديدا في التعليق على كلمة أبي عبيدة الذي يعني سجل في 7 أكتوبر خطابا جديدا بعد غياب استمر لثلاثة أشهر منذ 7 تموز الماضي، لم يظهر أبو عبيدة وكانت ثمة تساؤلات وما إلى ذلك، لكن ظهوره هو يعني يشي بتعافي أو عافية المقاومة، وبالتالي ظهر وهو يحمل مجموعة من الرسائل المهمة أهمها ما تحدثنا به، ومن أهم ذلك أيضا وصفه للعملية في 7 أكتوبر الماضي وصفا يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني بأنها كانت عملية استراتيجية وكوماندوز يعني فريد من نوعه على مستوى التاريخ الحديث، وبالتالي لم تبدي المقاومة أي نوع من الندم أو التراجع أو الانكسار رغم الإبادة الجماعية، وضح في خطابه أشياء كثيرة. السؤال اليوم عن ما بعد هذه اللحظة، نحن دخلنا في عام جديد من هذا العدوان وهذه الحرب، كيف تتوقع أن تكون الأحداث، ولا سيما أننا اليوم أمام عملية عسكرية جديدة في معسكر جباليا هدفها بالأساس إخلاء وطرد السكان من هناك للمضي قدما بمخططات الاحتلال، خطة الجنرالات وما إلى ذلك؟ نعم، تحية لك ولمشاهديك أخي يونس. هو في واقع الأمر من بعد 7 أكتوبر ومنذ بدء عمليات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال بأن الهدف هو القضاء على حماس، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق، وأن كل ما حققه يعني كما رأى الجميع تعلق بعملية الإجرام وحرب الإبادة التي مارسها العدو الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. أنا أعتقد بأن العدو وجيش الاحتلال وصل إلى قناعة بأن القضاء على حماس والقضاء على المقاومة في قطاع غزة غير ممكن، واستنفد كافة بنك الأهداف المفترض، دعنا نقول في هذا الإطار. ولذلك منذ سبتمبر يعني تحولت عملياته باتجاه أساسي إلى الجبهة الشمالية، وهو ما كنا قد أشرنا له سابقا، وما كان يتحدث أيضا عنه العدو طيلة وطوال الأشهر الماضية. أنا أعتقد بأنه في التحول، لأنك تسأل عن المستقبل، في التحول، تحول العدو نحو الجبهة الشمالية وذهابه إلى لبنان بهذه العمليات الموسعة والاغتيالات الموسعة وعملية البيجرز واستهداف مخازن الصواريخ وكل هذه الأمور في لبنان للمقاومة، أنا أعتقد أن الاحتلال ربما أنه أراد التقاط صورة النصر التي لم تتحقق له في قطاع غزة، فهذا من جانب. الآن السؤال عن المستقبل هذا متعلق بأداءات المقاومة في لبنان، وطبعا الموضوع على ارتباط وصلة كبيرة بقطاع غزة. فمثلا في الوقت الذي يشن فيه عملية وعمليات عدوانية على لبنان، نرى بأن العدو ما زال يعني مستمرا في عملياته أيضا العدائية ضد القطاع، وأنه الآن عاد إلى شماله مجددا. هل هذا متعلق بخطة الجنرالات فقط أم أنه استمرار لحرب الإبادة التي يمارسها؟ بتقديري أن الأمر يعني متعلق بهذه النقاط وبغيرها. مسار العمليات الإسرائيلية الآن متوقف على أداء المقاومة
على كل الجبهات، لكن تحديدا على الجبهة اللبنانية. في الأسبوع الماضي، طوال الأسبوع الماضي، أعلن عن بدء العملية البرية. لم تكن هناك عملية برية واسعة، كانت هناك مناورات. هذه المناورات إحنا بنتكلم على حدود 600 متر إلى كيلو داخل المناطق الحدودية. لم يتمكن العدو من التقدم. هذا ربما أنه أعطى انطباع بأنه شهية التي انفتحت بعد عملية الاغتيالات الموسعة ظن بأنه بات قادرا بعد ربما كسر سلسلة الاتصال والسيطرة لدى المقاومة اللبنانية، ظن العدو بأنه قادر على التقدم أكثر فأكثر. ناور، حاول أن يتقدم، لكنه اصطدم بالمقاومة في الجنوب. وبالتالي أنا أعتقد بأن مسار العمليات الآن متوقف على الأهداف التي يمكن أن يحققها في لبنان. طيب، كيف يمكن أن يتصرف العدو؟ بتقديري أن بنك الأهداف كما ذكرنا في قطاع غزة استنفد بالنسبة للعدو، وصل إلى قناعة بأنه لن يتمكن أكثر مما كان. كل ما كان هو عملية إبادة وفقط. لم يتمكن من القضاء على صواريخ المقاومة في قطاع غزة. نعم. لم يتمكن من عملية اغتيالات موسعة. لم يتمكن من ضرب مرابض الصواريخ مثلا. لم يتمكن من القضاء على الكتائب المقاومة. الجميع يرى بأنه يخرج وينسحب مرة تلو المرة مثلا من الشمال ثم يعود، وعلى قول أحد الضباط الإسرائيليين نخرج من الشمال ثم تعود حماس إليه بعد ربع ساعة. وبالتالي هناك تعثر في أداءات المسار الإسرائيلي، إذا ما استثنينا طبعا مسألة أنه يعني هو دمر كل شيء. فالآن العملية متوقفة على تطورات الجبهة اللبنانية. نعم. أنا نعم. أعتقد بأنها هي التي يمكن أن تحسم ما الذي يمكن أن يكون خلال الأيام المقبلة. نعم، ونشير إلى ما تفضلت به، نقطة مهمة نضيف عليها ما جاء في القناة التلفزيونية I24 الإسرائيلية من قولها بأننا نواجه نشطاء المقاومة يعني وهم يتحلون بشجاعة كبيرة ويقاتلون كما لو أنهم يقاتلون في الأيام الأولى من حيث التدريب والمهارات وما إلى ذلك. هذه نقطة مهمة في الحقيقة. نحن نتكلم عن سنة كاملة مرت على قطاع غزة بتكنولوجيا، بصواريخ، بحرب إبادة، بآلة حرب شرسة جدا، ومع ذلك ما زالوا يحتفظون بهذا الحضور وبهذه المقاومة. أستاذ خليل، هذا يطرح سؤال آخر عن كيف نجحت المقاومة الفلسطينية وخاصة منذ يوم الطوفان حتى اليوم في إسقاط مفاهيم ومسلمات كثيرة حول الكيان الصهيوني وحول جيشه والأجهزة الأمنية التي تهدد اليوم وتتوعد قادة المقاومة الذين لم تصل إليهم بعد رغم الفشل الأمني الكبير. نعم، في البداية تحية لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المتابعين على قناتكم الكريمة. حقيقة أنه من يتابع اليوم مجريات الحدث في قطاع غزة هو يدرك أنه هناك حالة تفوق الحسابات التي لجأ إليها الاحتلال الصهيوني ومن خلفه المزود الأمريكي بالخدمة الأمنية والخدمة العسكرية والغطاء السياسي وكل ذلك. ربما كان العامل المؤثر الأكبر في منح الفرصة للمقاومة الفلسطينية للصمود لما بعد عام من 7 أكتوبر هو جزء منه يعود إلى الأداء في الميدان. نحن نلاحظ أن المقاومة منذ بدء الغزو البري لقطاع غزة استخدمت أساليب وتكتيكات متنوعة، لعل كان في مقدمتها موضوع تقنين المواجهة، عدم الاندفاع والتصدي، الدفاع الصلب المباشر، ولكن التحرك بتكتيكات تتيح لها الاستهداف وتتيح لها إمكانية إيقاع الخسائر في الجيش الإسرائيلي. هذا الذي وفر الآن للمقاومة الفلسطينية، وفر لها فرصة الحفاظ على نفسها وبالتالي رد الكرات على الاعتداءات الصهيونية المتواصلة وإحداث مفاجآت كالذي شهدناه يوم أمس في قصف تل أبيب، لأنه هذه المفاجأة هي ذات نوعية استراتيجية ثقيلة لأنها أسقطت كل الادعاءات ومزاعم الكبينت ومجلس الحرب الصهيوني ومن فوقهم بنيامين نتنياهو بأنه حقق أهدافه في قطاع غزة، باعتبار أن عدم تحقيق الأهداف هو القضية المفصلية في موضوع فشل أو نجاح الحرب في قطاع غزة. أيضا هذا الأمر منح المقاومة الفلسطينية الفرصة لإدارة حرب استنزاف كما تفضل الزميل هاني في بداية هذا الحوار، هي الذي كانت تسعى إليه حماس ربما في بداية هذه العملية عندما أطلق طوفان الأقصى، هي فعلا إغراق الاحتلال الصهيوني في عملية حرب استنزاف حقيقية. حرب استنزاف ليس فقط مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولكن في الإقليم ككل. وبالتالي
الاستراتيجية حروب الاستنزاف عادة تتنافى أو تتناقض بشكل كامل مع أصحاب القدرات التكنولوجية والحربية العالية الذين تقتضي خططهم بالضرورة الحسم المباشر والحسم السريع لأنه يملك الأدوات. هذا يتعارض مع ما يمتلكه المقاوم الفلسطيني الذي يمتلك فقط روحا وإصرارا ويعني ما استطعتم من قوة، هذا فقط ما يملكه الفلسطيني. لذلك أن ينجح الآن أو أن تنجح المقاومة في جر هذا الاحتلال إلى حرب استنزاف وصلت حتى الآن إلى عام، أنا أعتقد أنها حققت الصدمة الأولى للاحتلال، ليس للاحتلال فقط، حتى للشارع الفلسطيني وللجمهور العربي والأمة العربية والإسلامية. من يعتقد الآن أن المقاومة الفلسطينية يمكن أن تهزم، أنا أعتقد أنه أصبح يعيش خارج سياق الأحداث، لأنه لو كان مقدر لها أن تهزم قبل هذه الحرب لهزمت منذ أشهر طويلة قياسا نعم أستاذ خليل، سأعود إليك مباشرة بعد أن يعود الاتصال. إذا أردنا أن نقل تغيرات استراتيجية، ابقى معنا أستاذ خليل لو سمحت. دكتور هاني، ما تفضل به أستاذ خليل كلام مهم، وهو في الحقيقة يعني الاحتلال يكرر الآن البحث عن الفشل مرة جديدة ويكرر الأخطاء ذاتها سواء في غزة أو في لبنان الآن. برأيك لماذا يستمر الاحتلال في عدوانه على الرغم من عدم تحقيقه لأهداف، كما نقول نحن ربما هو يعتقد بأنه يحقق أهدافا وبأنه يصل إلى استنتاجات مهمة من هذه الحرب، لكن على أرض الواقع هل بالفعل نستطيع أن نتكلم عن أهداف حققها الاحتلال؟ حقيقة يعني واضح أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يعيش لحظة الإنكار لما حدث في 7 أكتوبر، ولا يريد أن يعترف بالهزيمة وتمريغ أنفه في تراب غزة وتمريغ فرقة غزة على أيدي كتائب القسام. ليس ذلك وفقط، وإنما أيضا إفشال كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق أهداف استراتيجية داخل قطاع غزة، سواء على مستوى التدمير المقاومة الفلسطينية أو حتى على احتلال مناطق في قطاع غزة والسيطرة عليها، أو حتى بموضوع الأسرى وانتزاع ورقة الأسرى، أو موضوع التهجير وكي الوعي ومحاولة مسح هذه الهزيمة من عقول ووجدان شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية. هذا الإنكار حقيقة أدى إلى الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناته يعيش ويتجه بموضوع المقامرة والبحث عن سراب لعله يجد في هذا السراب ما يحقق غريزته وما يحقق الردع الذي يسعى إليه أو أي صورة نصر حقيقة. انتهى من قطاع غزة ولم يحقق شيء. بالمناسبة أهداف قطاع غزة من 27/11 من عام 2023 ذروة العمليات العسكرية انتهت ولم يحقق أهداف. نعم هناك أهداف تكتيكية بعمليات القتل، المجازر، التدمير، لكن هل الأهداف التكتيكية أوصلت الأهداف الاستراتيجية حتى الآن؟ الأسرى لدى المقاومة لم يتم الإفراج عن الأسرى أو حتى تحرير الأسرى لدى المقاومة وحتى قيادات المقاومة، عمليات المقاومة، موضوع السيطرة على مناطق قطاع غزة، هذا أصبح واضح. وفي المقابل حقيقة أيضا عندما نتحدث عن السراب الذي يبحث عنه الاحتلال الإسرائيلي، من يتابع ميدانيا داخل قطاع غزة، الاحتلال يكرر نفسه، نفس المناطق يدخلها، نفس العمليات يكررها، نفس عمليات القصف. ولكن بالمقابل واضح أن هذا التكرار هو حقيقة عملية الاستنزاف الذي تحققه المقاومة الفلسطينية، الهروب من الاعتراف بحقيقة ما حدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أكبر هزيمة وأكبر هجوم وأكبر عمليات قتلى وأكبر أيضا عمليات أسرى لدى المقاومة الفلسطينية وتدمير فرقة غزة التي ما زالت تشهد وما زالت صداها تتردد على الكيان الإسرائيلي. الأهم من ذلك أن الكيان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة نظرية الأمن القومي الإسرائيلي، ركائز الأمن القومي الإسرائيلي الأربعة وتم إضافة عليها الركيزة الخامسة، هذه الركائز سواء موضوع الانذار المبكر حتى الان لم يتحقق، عمليه الدفاع لم تتحقق، عمليه الردع لم تتحقق، الاهم من ذلك عمليه النصر لم يحسم اي معركه لا بغزه ولا في لبنان ولا مع اليمن ولا مع العراق ولا مع اي معركه من المعارك. هذا الذي يعيش الاحتلال الاسرائيلي، هذه الروح الانهزاميه التي يعيشها، هذا الواقع الذي يعيشه، فقدان الامن لدى الكيان. الكيان معروف بلد الأمن وبلد الرفاهية، لا أمن ولا رفاهية، حتى موضوع الاقتصاد الإرباك الذي يعيش، عمليات المقاومة الأخيرة التي تم إضافتها عمليات الاستنزاف، الاستنزاف أصبح واضح في قطاع غزة، العمليات النوعية، الكمائن، العمليات الاستدراج، عمليات القنص، عمليات المركبة والنوعية التي تقوم بها الاستهداف للممر نتسارين بشكل دائم،
الكر والفر للمقاومة الفلسطينية، الدفاع النقطي، الدفاع المرن، هذا كله أصبح واضح في عمليات المقاومة. حتى الآن المقاومة تحقق أهداف، المقاومة تقتل، المقاومة تستنزف، وواضح إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يعلمون، هذا أصبح واضح لدى المقاومة الفلسطينية. أما الاحتلال، الانقسام يزداد عمقه، الهجرة العكسية داخل الكيان أيضا يعني واضح، الأعداد الكبيرة لا تخرج، وليس أي أعداد بالمناسبة، نخب الكيان الإسرائيلي سواء بالعقول أو بموضوع يعني مؤسسي الكيان أو القوة الحقيقية المتماسكة لهذا الكيان أصبح واضح، هذا على صعيد داخل الكيان. أما الصعيد الخارجي أيضا واضح موضوع صورة الكيان الإسرائيلي، الدعم الدولي، الدعم السياسي، التآكل الكبير لصورة الاحتلال، صورة إجرام أصبحت حاضرة وواضحة. وفي المقابل حقيقة نحن نتحدث في موضوع أداء المقاومة الفلسطينية، نتحدث عن حرب عقول حقيقية، حينما لا يكون هناك توازن في موضوع القوة وموضوع تكافؤ هذه القوة، نستطيع أن نقول أن الإرادة وموضوع العقول وحرب العقول والأداء البارع للمقاومة الفلسطينية حقيقة هو الذي يتغلب ما زال على العقل الإسرائيلي. وواضح السلوك الإسرائيلي عنوانه الغباء، وعنوانه إنكار لهذا الواقع، وعنوانه أيضا تكرير العمليات. وبالنهاية حقيقة أخي يونس، ما نشاهد بالمجمل أن نهاية الكيان الإسرائيلي حقيقة يوما بعد يوم تزداد الثقة واليقين أن الكيان الإسرائيلي بنهايته، عندما يتم فتح جبهة مع لبنان، وجبهة مع اليمن، وجبهة مع العراق. نعم، الاحتلال الإسرائيلي غارق، الاحتلال الإسرائيلي ضربات من كل اتجاه بعمق الكيان الإسرائيلي، وهذا يؤكد ما نقوله دائما. تمام. أن ابقى معنا دكتور هاني، سنعود إليك. نعم، أشكرك. أذهب بسؤال أخير للأستاذ حاتم نظرا لارتباطه بموعد آخر. أستاذ حاتم، بعد سنة يعني يطرح سؤال عن استنتاجات مهمة من هذه المعركة، ليس للتقييم نهائي بطبيعة الحال لأن المعركة والحرب مستمرة لم تتوقف حتى اللحظة، ولكن لمحاولة الاستفادة من الخلل الذي جرى قبل خلال الشهور الماضية، وقد لاحظنا ذلك في خطاب أبي عبيدة عندما خاطب العلماء مثلا، لاحظنا الضعف الفلسطيني لعدم وجود قيادة فلسطينية قوية سياسيا وقوية شعبيا وبالتالي يمكن أن تؤثر في سياق الحرب، لاحظنا مثلا ضعفا على صعيد المستوى الشعبي الفلسطيني بشكل عام وخاصة في الداخل المحتل عام 48، لاحظنا ضعفا في الحراك الخارجي في الدول العربية والإسلامية، وأن هناك حراكا مثلا في أوروبا وفي أمريكا طلابي وغير طلابي كان أقوى من الحراك العربي والإسلامي. فما أهم الاستنتاجات التي يمكن أن نتوقف عندها من أجل الاستثمار في هذه المعركة أكثر ومحاولة الاستفادة من الدروس السابقة؟ على أهمية هذا السؤال، إلا أنه أنا أعتقد بأنه هذا بحاجة إلى يعني التأمل كثيرا في كل مجريات المعركة، وليس فقط بمجرياتها الميدانية، وإنما حتى بالأداءات السياسية لكافة الأطراف. أنا بتقديري قبل أن أيضا أتحدث بهذه المسألة، دعني أشير إلى قضية الاستنزاف التي تحدث عنها أبو عبيدة في خطابه الأخير. أخي يونس، الجميع يعلم بأنه أصلا هي عملية السابع من أكتوبر، كانت يوم السابع من أكتوبر. كل ما تلا بعد ذلك هو عبارة عن عمليات استنزاف، أي أن عمليات استنزاف المقاومة ابتدأت منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وبالتحديد المتعلق بالتوغل البري ودخوله إلى القطاع. إذن لماذا يتحدث أبو عبيدة عن ملف الاستنزاف في هذه اللحظة؟ لأنه طيلة الشهور الماضية كان خطاب المقاومة الفلسطينية يرتكز على مسألة فتح الجبهات الأخرى ودعوة الجبهات الأخرى إلى تصعيد نشاطها وفعاليتها. وربما أنه بعد سبتمبر، بعد عملية الاغتيالات التي تمت للمقاومة اللبنانية، ربما أنه العدو وكأنه لسان حاله يقول لحماس وللمقاومة الفلسطينية أنتم كنتوا تنتظروا أن تفتح الجبهات، أي فتحت الجبهات، كيف يمكن أن تتغير المعادلة؟ لذلك خرج أبو عبيدة ليقول للعدو بأن يعني المسألة الأساسية لديك أيها العدو هي في فكرة الاستنزاف وليست فقط في فتح الجبهات، بمعنى أن الأهداف الاستراتيجية التي حققتها المقاومة، وأنا أعجب بأننا لا نتحدث بهذا الكلام كثيرا، اليوم مناطق الغلاف، يعني اليوم العدو يقول بأنه ذهب إلى عملية نحو لبنان حتى يعيد المستوطنين إلى مستوطنات الشمال،
طيب ليش هو المستوطنين عادوا إلى مستوطنات مناطق الغلاف التي ما زالت فارغة؟ بمعنى أن المقاومة لا يمكن للاحتلال أن يتحدث عن نصر، لأنه بعد خطاب أبو عبيدة قصفت تل أبيب، ومن يقصف تل أبيب قادر على استهداف واستنزاف العدو، حتى ليس بالمفهوم الدفاعي داخل القطاع، وإنما باستهداف مناطق الغلاف. هذه النقطة مهمة ويجب الإشارة لها. لأول مرة في تاريخ صراعنا مع العدو الإسرائيلي، إسرائيل تنتقص بدل أن تتوسع. في المناطق الشمالية المستوطنين لم يعودوا، في المناطق الجنوبية المستوطنين لم يعودوا. ولاحظوا أيضا امبارح لما قصفت حيفا صاروا يحكوا لك بدنا ننتقل للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وتعطيل المدارس وما إلى آخره. هذا الكيان الهش بالرغم من أنه يبدو يعني بحالة الغطرسة التي يبديها الآن، هذا كيان هش. وبالتالي قوة المقاومة هي في فكرة الاستنزاف، وهذا أحد أهم الدروس التي سألت عنها. طالما أن هناك عدو، طالما أن المقاومة سوف تستمر في عمليات الاستنزاف، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لأي مقاومة توجد على أرضها احتلال. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى، أنا بتقديري، والجميع يسأل عن الجبهات الأخرى ليس فقط بمفهوم الجبهة اللبنانية واليمنية والكتائب العراقية وحتى على إيران عندما أطلقت الصواريخ، إذا بدنا نتكلم عن الشعوب العربية والإسلامية عموما، لو أن المقاومة كان لديها تقدير بأن هذه الشعوب كان يمكن أن تتحرك في مسار مستقل وفي إطارات منفصلة لما كانت عملية 7 من أكتوبر. نحن عولنا على الثورات العربية كثيرا، نحن عولنا على الشعوب العربية كثيرا، وغاب خطاب القضية الفلسطينية لأكثر من 12-13 سنة خلال الثورات العربية. ما هي النتيجة؟ ما هي الذين يلومون المقاومة ويقولون بأنه كان عليكم أن تنتظروا الجيوش والجحافل العربية حتى تأتي؟ ما هي النتيجة؟ اليوم النتيجة التي يجب أن نصل لها أنه المقاومة الفلسطينية يجب أن تبحث عن استراتيجية التحرير بمنأى عن كل الضغوط وبمنأى عن كل العوامل المحيطة. نعم يمكن الاستفادة من العمق العربي، لكن التعويل على أنه أن نلقي بقضيتنا في رهان الحضن العربي، إحنا من 48 مسلمينهم القضية، حتى 65 بين قوسين الرصاصة الأولى كانت القضية الفلسطينية في حوزة النظام العربي. ما الذي جرى بعد 67 وجمال عبد الناصر والنظام القومي العربي والحروب التي خضناها في 73 وفي 68 حتى يعني الانتصارات في 68 وفي 73؟ ما هي النتائج؟ الدول التي خاضت هذه المعارك ذهبت إلى اتفاقيات وسلام مع العدو الإسرائيلي. وبالتالي اليوم على شعبنا الفلسطيني أن ندرك بأنه ما حكى جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. نحن لا نقول أننا لا نريد، نحن دائما كنا ندعو الشعوب إلى أن تساندنا، ولكن فلنكن واقعيين. المتخاذلون الآن يتحدثون بأثر رجعي، يا للعجب، يعني يتحدثون عن الحكمة بأثر رجعي ويقول لك لماذا كانت عملية 7 من أكتوبر. نحن ندرك بأننا اكتوينا بنار العدو الصهيوني، ولكن أنا أعتقد بأن استراتيجية هذه العملية كانت متعلقة باستمرار ما المقاومة الفلسطينية، وأن العدو كما ذكر ضيفك العزيز، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وهذه هي النقطة أيضا التي يمكن أن تؤسس لاحقا لمستقبل آخر على صعيد القضية الفلسطينية. أشكرك أستاذ أستاذ حاتم الهرش، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب. التحول لك أستاذ خليل، ما تفضل به الضيف كلام يعني يتعلق بالأبعاد ليست فقط المحلية إنما حتى الإقليمية العربية والإسلامية، وهو كلام يستفاد منه لأنه فعلا التاريخ يقول ذلك، الوقائع السابقة تقول ذلك، وليست هذه أول مرة يخذل فيها النظام العربي والإسلامي فلسطين بهذا الشكل، وإن كانت الأسوأ والأصعب ولم يكن أحد يتوقعها هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية. لكن السؤال الذي يطرح اليوم عن الفلسطينيين، يعني قبل قليل قرأنا عن انطلاق أعمال لقاء بين حركتي فتح وحماس لعلهم يناقشون قضايا متعلقة بالوضع في غزة وإمكانية تسلم طرف ما، حكومة ما، للأمور في قطاع غزة. لكن حتى هذه اللقاءات عادة ما تأتي تلبية لدعوات من هنا ومن هناك، كما حصل في لقاء الصين قبل فترة،
ومحاولة لإرضاء الأطراف التي تدعو بدون توصل حقيقي، حتى بات المواطن الفلسطيني لا يعول ولا يهتم حتى بمتابعة الأخبار المتعلقة بتلك اللقاءات. هل يمكن لنا كفلسطينيين، وأعني رسميا الحركات والسلطة على وجه التحديد، أن نتعلم شيئا، نتعلم درسا من هذه الإبادة التي ما زالت متواصلة، وأن نخرج من الصناديق أو المربعات التي يعني التزم بها الناس وتقوقعوا فيها؟ يعني بالتأكيد إذا لم نتعلم من هذه الحرب فهناك الكثير من الذي سنكون قد خسرناه، إلى إضافة إلى ما خسرناه في هذه الحرب. وإن كان هذا لا يمنع أنه هذه الحرب ربما وضعتنا على أو أمام مفرق طرق مهم للاستفادة منه في تعميق لحمتنا الداخلية الفلسطينية. الآن موضوع هذه اللقاءات وطريقة تكرارها وأنها تتم دائما بدعوات أو بظهور خارجية، هذا أنا أعتقد أنه أصبح سياق مفهوم لدى الجميع، مفهوم فلسطينيا، مفهوم عربيا، مفهوم حتى لدى الفصائل، من يقف فيها في مربع المقاومة ومن يقف فيها في مربع التنسيق الأمني. نحن اليوم لم نعد نتحدث عن اختلاف في البرامج السياسية أو اختلاف في الفكر السياسي في كيفية إدارة صراع أو علاقة مع الاحتلال، بقدر ما أصبح التباين بيننا داخل فلسطين، بين الفصائل الفلسطينية، تباين هيكلي. لكن الذي يحصل الآن أنه عدوان الاحتلال لا يفرق ولا يرى هذا التباين بين الطرفين. بالنسبة إليه الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، سواء كان مقاوما أو كان متخاذلا أو منسقا أمنيا. تحدثوا هم أكثر من مرة، وهذه أتمنى أن لا أتطرق لهذه النقطة، لكن الصهيوني تحدث أكثر من مرة عن فكرة أنه ما دام رجل الأمن الفلسطيني ينفذ لي احتياجاتي الأمنية حتى لو لم أكن أحبه فهذا يكفي. مع الأسف الشديد الطرف الفلسطيني يسمع ذلك، أو تحدث عن الطرف الرسمي، عن السلطة الفلسطينية تسمع ذلك وتدرك ذلك، لكنها ماضية في هذا البرنامج لأنها لا تملك القدرة على دفع الأثمان للخروج من هذا المسار العبثي الذي أضاع القضية وضربها. فيما يتعلق بالطرف الآخر وأطراف المقاومة، أنا أعتقد أنها لا تريد أن تحمل وزر إغلاق الباب أمام أي فرصة للتصالح الداخلي، والكل يعرف أن المقاومة الفلسطينية تتبنى موقف أن يقول أنه ليس لديه أي فيتو على لقاء أي طرف فلسطيني كائنا من كان. هذا فيتو، هذا كلام واضح لدى المقاومة الفلسطينية. لكن كيف يمكن أن ينعكس هذا على المسار الكلي الذي تحول أو الذي أحدثته معركة طوفان الأقصى، ليس على المستوى الفلسطيني فقط ولكن على المستوى العام، على مستوى الشعوب العربية والإسلامية. أعتقد أخي ما لم يفهمه الاحتلال بعد أنه حرب السابع من أكتوبر أو هجوم السابع من أكتوبر أعاد دولة الاحتلال إلى حجمها الطبيعي، إلى حالتها الطبيعية، إلى موقعها الطبيعي في هذا الإقليم. هو الذي حصل أنه هذه دولة دموية تأسست على المجازر وتأسست على الإرهاب وتأسست على قتل المدنيين، لكن مع وقتل شعوب هذه المنطقة. مع الوقت كل المشاريع التي جاء بها المجتمع الغربي والمجتمع والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، ابدأ من مبدأ الأرض مقابل السلام والأمن مقابل السلام، مرورا بالشرق الأوسط الجديد والشرق الأوسط الكبير وغيره، كل هذه المشاريع وهذه الأفكار وهذه المبادئ كانت تضع في جوهرها قضية واحدة، وهي تحويل دولة الاحتلال إلى كيان طبيعي مقبول في المنطقة. ومن هنا انطلقت أساسا عجلة التطبيع بينها وبين كثير من دول المنطقة. ولو نجحت قبل السابع من أكتوبر في إتمام هذا التطبيع مع الرياض، مع المملكة العربية السعودية بالتحديد، لوجدنا نصف العالم الإسلامي اليوم مطبع مع إسرائيل. بالتالي إحدى بركات السابع من أكتوبر كانت فعلا وقف هذا المد. الذي حصل بعد السابع من أكتوبر إنه نتنياهو ودولة الاحتلال كانت تتمنى أن تكون في حالة طبيعية في هذا الإقليم، أصبحت مشتركة مع نصف الشرق الأوسط تقريبا. هي تحارب في سوريا وتضرب في لبنان وتهاجم في العراق وتتلقى القصف من اليمن وتتلقى القصف من إيران وتتلقى الضربات في داخل الأراضي الفلسطين المحتلة من عام 48 من فلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء، الهوية الإسرائيلية، كما رأينا في عملية بئر السبع، وتتلقاها كذلك من الفلسطينيين في الضفة الغربية كما حصل في عملية شارع القدس في يافا قبل عدة أيام، وأيضا تتلقاها من المقاومة الباسلة التي لا زالت تقف على قدميها في الضفة الغربية. هذا كسر حقيقي لاستراتيجية النصر التي يتبناها بنيامين نتنياهو. أخي يونس، إذا أردنا أن نفهم كيف يفكر بنيامين نتنياهو في إعادة فك وتركيب أي منظومة سياسية، علينا أن نعود إلى بعض أدبياته. هو لديه كتاب عنوانه الإرهاب، ما هو السبيل لانتصار الغرب عليه. أنا أعتقد أنه في 85 أو في 86 كان إصدار هذا الكتاب.
كان يقول فيه أنه على الغرب إذا أراد أن ينتصر على الإرهاب أن يتعامل بنفس عقلية تاجر العقارات. تاجر العقارات عندما يسوق العقار يعتمد على ثلاثة قضايا: الموقع ثم الموقع ثم الموقع. هو قال أنه على الغرب أن يعتمد على ثلاثة قضايا: النصر ثم النصر ثم النصر. من أجل ذلك عندما دخل في محادثة حول هذا الأمر مع الكونغرس في العام 2002 في الكونغرس الأمريكي كان في الولايات المتحدة، وكان يسعى لتسويق فكرة الهجوم على العراق قبل احتلال العراق في العام 2003، طرح هذا المبدأ، فكرة أنه النصر يجلب نصرا آخر ويربي الأعداء، والهزيمة التي تلحق بالعدو تلحق بغيره وتنتقل تدريجيا إلى حالة سيادة. وبالتالي حاول إقناعهم بأنه ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت في أفغانستان يمكن تكراره في العراق، هذا في إطار محاولة إقناع الولايات المتحدة بغزو العراق، وبعد العراق يمكن أن تفتح أبواب جديدة. ما الذي حصل الآن بعد 20 عام أو بعد أكثر من ذلك من غزو أفغانستان؟ الأمريكي سلم أفغانستان لأصحابها الذين ذهب لحربهم، ألم يذهب لأفغانستان باقتتال حركة طالبان التي كانت تؤوي وتحمي تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن ورفضت تسليمه في ذلك الوقت؟ بعد 20 عاما سلم نفس الحركة البلد مجبر ويجلو فوق رقبته. الآن الأمر تكرر في العراق، قبل أيام فقط تم توقيع اتفاق إنهاء الوجود الأمريكي في العراق في سبتمبر أيلول المقبل 2025. هو ذهب إلى هناك حطم نظام صدام حسين، لكنه أعاد تسليم البلد مرة أخرى إلى فصائل لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها بأنها حليفة للولايات المتحدة أو مستعدة للقبول بوجود هذه الدولة. وبالتالي مبدأ النصر ثم النصر ثم النصر الذي بنى بنيامين نتنياهو عليه استراتيجيته في التعامل مع هذه المنطقة تهاوى في النصر الأول وفي النصر الثاني، وأنا أعتقد أنه حرب غزة هذه الثالثة ستجعله يتهاوى في الانتصار الثالث، لأنه يترك الآن كل معركة مفتوحة ويذهب إلى التي خلفها. عندما نتحدث عن عدم تحقق الأهداف في قطاع غزة، ربما يعيد البعض على من يتحدثون بهذا المنطق بأنه قد لا يرى أو يهمل الحالة الإنسانية القاسية ما ألحقه الاحتلال بنا، وأنا هنا أتحدث كفلسطيني قبل أن يكون محللا سياسيا أو قارئا أو أي شيء آخر، ما ألحقه الاحتلال بنا من خسائر وكوارث في الأرواح وفي الممتلكات وفي طبيعة حالنا، هذا وضع لم يكن لأحد أن يتصوره ولا أن يقبل به. لكن فعلا بنيامين نتنياهو لم يحقق هدفه، هو في غزة لم يستطع إعادة أي جندي من المعتقلين من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، لم ينجح حتى الآن في تحقيق انتصار حقيقي على الكتائب المقاومة هناك، ثم انتقل إلى الشمال بعنوان حرب جديدة لها عنوان واضح تماما وهو إعادة الذين هجروا من مناطق شمال فلسطين المحتلة. هو وصل إلى الضاحية واغتال قائد حزب الله حسن أمين العام السيد حسن نصر الله، لكنه الآن يعاني من أنه في 300 ألف إسرائيلي آخرين دخلوا في قائمة المهجرين من الشمال، يعاني من مشكلة أنه ذهب إلى هذه الحرب ولديه حوالي 10 كيلو متر من المناطق التي تعتبر مناطق عمليات. الآن هو يتحدث عن 45 إلى 50 كيلومتر في شمال فلسطين المحتلة، هذه أصبحت أرض محروقة، أرض تتلقى الصواريخ وتتلقى النار كل يوم، وبالتالي نعم. ما يوضع من أهداف يوميا في مسار هذه الحرب بتغير الأحوال نعم يتحطم على قاعدة أنه الاستراتيجية التي يتبناها بنيامين نتنياهو هي استراتيجية خاطئة، لأنه يميل إلى فكرة حسم المعارك وحسم الحروب دائما بالقوة المفرطة والقوة المطلقة بحكم أنه يمتلك الأدوات ويمتلك الدعم الأمريكي ويمتلك التمويل الأمريكي. لكن هذا كله معلش أكمل الفكرة في هذا الجانب، هذا كله لا يصلح عندما تقاتل أصحاب الإقليم الحقيقيين أصحاب الأرض الحقيقية. أنا كنت أقيم في الضفة الغربية حين تم اجتياحها في العام 2002 على سبيل المثال من قبل جيش الاحتلال في عملية السور الواقي. من كان يرى الواقع هناك على الأرض كان يتخيل أنه لن تقوم للشعب الفلسطيني أي قائمة تتبنى المقاومة على هذه الأرض التي دمرت. ما الذي يحدث الآن بعد 20 عاما من 2002؟ هناك حالة مقاومة في أعقد ظرف ربما في تاريخ الصراعات، ومع ذلك المقاومة عادت وعادت بقوة وعادت بطريقة مؤلمة إلى الحد الذي استدعى جيش الاحتلال لأن يقصف مخيم مدني بطائرات F-16 مثل مخيم طول كرم قبل عدة أيام ويوقع فيه الشهداء. القوة استخدام القوة والتفوق التكنولوجي وقصف الأحياء المدنية والسكان وأماكن تجمع النازحين وصل الفكرة أستاذ خليل. أتحول لدكتور هاني بسؤال أخير ربما. إذا نحن أمام معركة طويلة الأمد أمام حرب استنزاف إنجاز التعبير من المقاومة الفلسطينية، وتوسع الحرب أيضا مطروح بقوة، نتنياهو يريد ذلك،
وكان هناك حديث عن الأهداف التالية، يعني هو يفضل أن يكون الهدف التالي مفاعل نووي إيراني، ولكن هناك كما ظهر في الإعلام مساومة أمريكية أن تكون أهداف محددة، وبالتالي لاستمرار الدعم الأمريكي للحكومة الصهيونية. على أي حال، ما التوقعات المتعلقة بهذا الشأن، وكيف تؤثر على الحرب في غزة؟ هل تبقى مرتبطة؟ يعني الملفات مرتبطة ببعضها البعض كما هو الحال الآن، أم أن الأمر قد يذهب إلى منحى آخر سواء مع حزب الله أو مع إيران باتجاه فكفكة الأمور منفصلة عن غزة؟ نعم، أنا بتقديري هذا سؤال مهم، ويمكن الانطلاق للإجابة على هذا السؤال ما تحدث به الأخ العزيز خليل حول المبادئ والأسس التي ينطلق منها نتنياهو في معركته وفي إدارة هذه الملفات، سواء بموضوع الموقع وأهمية الموقع أو بموضوع الحسم. الموقع حقيقة وموقع الكيان، وأن يسوق نفسه كشرطي لهذه المنطقة، المقاومة الفلسطينية بطوفان الأقصى قضت على كل آمال الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو أن يكون أو أن يسوق نفسه شرطي لهذه المنطقة وأن يخدم المصالح الأمريكية والغربية وأن يكون سرطان لإضعاف منطقتنا العربية وسرقة خيراتها. هذا أولا. ثانيا، موضوع الحسم وموضوع النصر أيضا المقاومة قضت عليه، حتى الآن لا يستطيع ولن يستطيع أن يحسم أي معركة من المعارك الجارية. إضافة إلى ذلك، موضوع تطويع الشعب الفلسطيني المشروع الصهيوني فشل بشكل كبير في تطويع الإنسان الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني في موضوع التطبيع، وهذا أصبح واضح. التكريث المقاومة كأداة حقيقية لانتزاع حقوقنا ودحر الاحتلال الإسرائيلي. أيضا القضية الفلسطينية أصبحت هي في الصدارة بالوجدان العربي والإسلامي والعمق العربي والإسلامي، سواء كان الشعبي أو حتى المقاوم، الآن يعود حقيقة إلى دعم شعبنا الفلسطيني والجبهات الإسناد، الشعوب والمظاهرات وحملات التضامن التي تحدث تعيد القضية الفلسطينية وهجها الأساسي وحقيقة هذا المشروع الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعزل شعبنا الفلسطيني وأن يحيد كل هذه الفواعل، كل هذه الأدوات وكل هذه العوامل والمتغيرات التي تضغط على الكيان الإسرائيلي وتشكل حقيقة خطر على الكيان الإسرائيلي. لذلك أنا أقول حقيقة أن المتوقع أن عملية التوسع وعملية زيادة شعلة النار ستزداد. الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن النار التي أشعلها والنار التي يشعلها في المنطقة لا يمكن أن تعود إلى الاحتلال الإسرائيلي وتحرق بيت نتنياهو وتحرق عمق الكيان الإسرائيلي. التوسع هو العنوان الحاضر، وهذا التوسع بالتأكيد سيكون يعني الخطر الكبير والمحدق على الكيان الإسرائيلي، ونحن ما نراه. كانت بغزة توسعت وانطلقت إلى لبنان ثم اليمن ثم العراق، وأنا أقول لك هذه الحرب لن تكون بيد أحد ليوقف هذه الحرب، بمعنى نتنياهو المجرم الذي حتى هذه اللحظة يطلق عنانه وهو خارج السجن ويطلق عنانه وهو لا يستطيع أحد أن يحاسبه بإجرامه بقتله بعنجهيته بحربه الدموية النازية ضد شعبنا وضد شعوب المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنظر إلى هذا المجرم القاتل وهو يقوم بإشعال النار بهذه المنطقة. بالتأكيد هذا الذي يحدث لن يكون لا بيد نتنياهو ولا حد بيد، أنا أقول لك، ولا حتى بيد بعض الدول التي تحاول أن تحيد نفسها أو أن تحاول أن يعني تتحدث بطريقة دبلوماسية أو سياسية أو حتى بطريقة الاستيعاب للضربات. هذا لن يحقق، أنا أقول لك، أي نجاح. المعركة آخذة بالتوسع وهي الآن أصبحت خارج إرادة وقدرة كل الأطراف على وقف هذه الحرب. وهذا أنا أقول لك حقيقة هذه من السنن الربانية الكونية التي من البدايات، حينما نرى كيف الطوفان الأقصى استمر وكيف لهذا الطوفان يتعاظم. هذا الطوفان لن يتوقف إلا عندما يثبت انبعاث حضاري جديد للأمة العربية والإسلامية عنوانه الإسلام والحرية والعزة والكرامة، وعنوانه تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. نعم، هذا كلام مهم. وبالتالي السؤال الأخير للأستاذ خليل عن دور الأمة المستقبلي في هذه المعركة، يعني سنبقى نطرح هذا السؤال لعل شيئا يتغير، والأمل في الأمة كبير وفي قطاعات الأمة، في علمائها، في مثقفيها، في حركاتها بمختلف توجهاتها. المعركة ما زالت مستمرة، ولذلك لابد من المشاركة الفاعلة والقوية بأشكال كثيرة ومتعددة، ولعل الظروف تتغير حتى في المحيط العربي والإسلامي، وبالتالي يمكن استثمار هذا التغير.
كيف يمكن الدخول مرة جديدة في موجات جديدة دعما للمقاومة الفلسطينية وإسنادا لها، ولا سيما أننا في مواسم قد تكون مواسم تحولات مهمة كما جرى في العام الدراسي المنصرم في أمريكا؟ نحن الآن على في بداية عام دراسي جديد، جامعات في العالم العربي والإسلامي، وحراك ممكن عالمي في هذا الإطار. ننطلق في هذه النقطة من قضية مهمة، هي التسريب الذي ادعى أو قال موقع الأتلانتيك أنه نقله عن تصريحات متبادلة بين ولي العهد السعودي محمد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي بلينكين. يقال أنه بن سلمان أخبر بلينكين بأنه هو شخصيا لا يهتم للقضية الفلسطينية ولما يجري في فلسطين، لكن هناك أكثر من 70% من الشعب السعودي يصغرونه سنا، هؤلاء يهتمون، هؤلاء لم يكونوا يعرفوا شيئا عن القضية الفلسطينية قبل 7 من أكتوبر، لكنهم أصبحوا الآن يعيشون المرارة التي يتذوقها الفلسطينيون يوميا، وبالتالي عادت القضية الفلسطينية إلى مربع مهم في وعي الأمة، ودائما الانتباه في الوعي هو المحفز الأول للتحرك، وهو المحفز الأول لاتخاذ القرار ولصنع تغيير. الحمد لله والبركة في عمل المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إدامة هذه الجبهة كل هذه المدة، حتى تمنح هذه الأمة فرصة لتدارك حالة الغفلة التي سقطت فيها. لا أتحدث عن ما قبل 7 من أكتوبر، الأمة تجاه فلسطين في حالة غفلة منذ العام 1948 ومنذ ما قبل ذلك حتى. وبالتالي الذي فعلته المقاومة بإدامة هذه المعركة أنها وفرت الفرص الجديدة للأمة للالتحاق بهذا المشروع. لا يكفي أن يكون المشتبكون مع هذا الاحتلال في اليمن وفي العراق وفي لبنان، يجب أن تنخرط الأمة بكاملها، لأنه هذا مشروع أساسا هو يتهدد الأمة بكامل أطرافها. هذا المشروع أتحدث عن المشروع الصهيوني، وهو مشروع أيضا لا يستثني أي جهة عربية، حتى الجهات المطبعة وحتى الجهات التي تتعامل مع نفسها كصديقة، أنا أعتقد أنها تتحمل مسؤولية بضرورة التحرك في وقت. شكرا جزيلا لك أستاذ خليل مبروك، الصحفي والمحلل السياسي. شكري موصول للدكتور هاني الدالي، الباحث في الشأن الفلسطيني والمحلل السياسي، والأستاذ حاتم الهرش، الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.